هواوي وعكس المتوقع منها، هي تعلن عن هاتفها الجديد بدون أي تخوفات، ونقصد هنا الرقي نوفا 5 ونوفا 5 برو، حيث أعلنت في نفس الوقت عن معالجها الجديد كيرن 810 بتصميم 7 نانومتر، مما يعني أنه قريب من قوة معالجها الرقي كيرن 980. وليس هذا فقط، لدينا 4 كاميرات بمميزات خرافية. قبل أن نبدأ حديثنا عن الهاتف فلنتمهل قليلا وننزل تحت المقطع لنضغط زر اللايك، وهذا أكبر دعم يقدمه مشاهدي ومحبي قناة أمني. 好，这就是今天带给大家的Nova5系列的产品。 من ناحية تصميم الجوال فهو مصمم كليا من المعدن بإطار كامل من الألومنيوم، يزن 170 غرام بسمك 7.3 ملم، ونجد أنه شبيه بنسبة كبيرة جدا لهاتف P30 برو من نفس الشركة طبعا، إلا أن انعكاس الألوان في الجهة الخلفية يأتي بشكل مغاير، ونجد في الجهة الأمامية نوتش بشكل قاطرة الماء مع حواف خفيفة جدا، وفي الجهة الخلفية على اليسار بالتحديد نجد 3 كاميرات مع فلاش في إطار عمودي، وإلى جانبها المستشعر الرابعة والكاميرا الرابعة. كما أن الهاتف يحمل مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة، ولا يحمل للأسف منفذ سماعات كما يدعم وضع الشريحتين. بالعودة إلى شاشة الهاتف فهي بحجم 6.39 إنش من نوع أولد، تأخذ من وجهة الموبايل ما يقارب 85% بتصميم 19.5:9 وكثافة بكسلات قدرها 403 PPI. لا ننسى أنه يدعم تقنية DCI-P3 بنسبة 108%. يشتغل النوفا 5 برو على نظام أندرويد 9 باي، وهو على قائمة تحديثات أندرويد 10 كيو مع واجهة إيموي 9.1 الجديدة، والتي ستحدث إلى إصدار 10 مع تحديث أندرويد 10. وتأتي النسخة برو مع معالج هيسيلكون كيرن 980 بتردد 2.6 جيجا هرتز مع معالج رسوميات مالي جي 76. أما النسخة العادية فهي تأتي مع معالج كيرن 810 بتردد 2.7 جيجا هرتز مع معالج رسوميات مالي جي 52، ويدعم الإصدارين وضع الألعاب المميز جي بي يو تيربو مع رام 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. ويأتي إصدار برو مع نسخة ثانية 256 جيجا بايت، ويمكن توسيعتها عن طريق النانو ميموري حتى 256 جيجا بايت. نعود إلى عنصرنا الأهم ألا وهو الكاميرا الرباعية الأساسية منها بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 إلى جانب مستشعر من سوني إصدار IMX 586. تعتمد هذه الكاميرا الأساسية على تقنية دمج البكسلات، يصل حجم البكسل الواحد إلى 1.6 ميكرون، وكاميرا ثانوية تصور بزاوية عريضة دقتها 16 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة لقياس العمق بدقة 2 ميجا بكسل، وكاميرا رابعة ماكرو لالتقاط الصور القريبة بدقة 2 ميجا بكسل. كما يحوي الهاتف تثبيت بصري وتصوير فيديو حتى 4K. وعن كاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0، تدعم تقنية الـ HDR وتصور فيديو FHD، حتى إنها تعطي صور سيلفي جيدة في الإضاءة الخافتة. ويحمل كلا الهاتفين بطارية بسعة 3500 ملي أمبير، تدعم شحن سريع باستطاعة 40 واط، الذي يمكنه شحن 85% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط، وهو أسرع شحن للهواتف في العالم حاليا، ويتم ذلك عن طريق منفذ USB Type-C. عن سعر النسخة العادية فهو مقدر ب 410 دولار أمريكي أو 73,000 دينار جزائري، وعن نسخة برو الصغرى فهو 440 دولار أو 79,000 دينار جزائري، والنسخة برو الكبرى مقدر ب 500 دولار أمريكي أو 89,000 دينار جزائري. وعن البيع أونلاين فبدأ سعر الهاتف مرتفع نوعا ما، وقدر ب 620 دولار للنسخة برو الصغرى، وكل رابط الشراء تجدونها أسفل هذا الفيديو مع باقي المعلومات وباقي سعر الصرف لباقي الدول. عن تحليل نرى أن شركة هواوي ضربت بالثقيل هذه المرة، وكالعادة تصميم خرافي جدا، فلدينا شاشة ضخمة مع وزن خفيف جدا، ولا ننسى سمك الهاتف الذي يجعل منه نحيف ورائع في مسكة اليد. وعن الشاشة أيضا فهي من نوعية مقبولة مع تقنية رائعة توفر لنا الصورة الأمثل، ويحمل الجوال معالج قوي في كلا الإصدارين، حيث وصل تنقيط فحص الأنتوتو حتى 320,000 نقطة، وهو أداء رائع جدا. ليس هذا فقط، فلدينا كاميرا خلفية رباعية متعددة الأداء، ونعرف عن كاميرات هواوي أنها الأقوى عالميا في جميع الفئات. وعن البطارية فحجمها مقبول، ونقيس ذلك عن P30 برو الذي يحمل نفس المعالج وتعد بطاريتها الأقوى عالميا لحد الساعة. ناهيك عن السعر المغري والتنافس الذي أطلق به الهاتف، والذي يجعله خيار أكثر من رائع.
شباب، هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. ترقبونا في حلقات قادمة دائما في عالم الجوال، حيث نقدم لكم الأفضل. وقبل أن تقفل هذا المقطع، لا تنسى تنضم لقناة المتواضعة وتفعل زر الجرس حتى ندردش دائما في عالم الجوال. سلام عليكم ودمتم في رعاية الله.